حمص القديمة بواسل وجيشنا العربي السوري يحققون مزيدا من التقدم. كاميرا الأخبار رصدت ما خلفته العصابات الإرهابية من دمار وتخريب في منازل الأهالي وفي الممتلكات العامة والخاصة. ان شاء الله هاللي حرقوا صورة العذراء ويسوع اللي معلتهم بالحياة ان شاء الله هي بتحرق قلب امهم عليهم. من بين الركام يلملمون ما تبقى من ذكريات العمر، دخلوا بيوتهم في حي وادي السايح ليروا مشهدا اسودا مليئا بالحقد والاجرام تركه الارهاب في كل مكان ومختلفا عن الذي في ذاكرتهم. هذا بيتي ما بقي في حجر على حجر، كله راح كله تخرب، تعب العمر كله راح، 30 سنة شيء هون وشيء بالغربة كله راح، ما حارقين وسارقين، سرقوا اللي بيحسنوا يسرقوا والبقاي ما حسنوا ياخذون، حرقوا البيت، فاتحين طواق من بيت لبيت لبيت وعم بفوتوا منه ويشيلوا الأغراض وياخذون. هذا بيتنا تعبنا فيه، ما لنا فيه شيء بلوم، عند أربع أولاد عين الحرية، أربعين بحارة كلها فيها متعدد كل الفئات، ما نعرف حدا إلا كلنا أخوي، إلا كلنا مع بعض إيد وحدة. إجي هذا بيت هيك فوت فوت مثل الغريب، عارف بيتي صار لي سنه وثلاث شهور بقول بدي اجي وشوف اغراضي ومتامله انه افتح المفتاح وشوف اغراضي. خير شوفي حمص العاديه التي نعشق حجارتها وازقاتها وشوارعها، طال المسلحون احياءها القديمه محولين جمالها الاثري الى مشهد تدمع العين من اجله. من المؤسف كثير انه رجعت بعد سنه وخمسه اشهر لوادي السايح اللي أنا خلقت فيه وتربيت أنا وأبناء الحي، تهجرت أنا وأهالي الحي كله، هجرونا وحرقوا بيوتنا وخربوا بيوتنا، استشهد ابني كله إكراما للملك السعودية وحمد وإسرائيل، يخرب بيتهم الأتراك. طلع كيف مشاكل حمد والسعودية وغيره أنه هربونا سرقوا لنا بيوتنا حرقوها. هجرونا المسلحين من مدارسنا وطلعنا حتى ندرس مدارس ثانية مشان نتعلم. بقذائفهم حرقوا المنازل وخربوا شارع الحميدية ودرج الورشة، تاركين بصماتهم في كل مكان مروا إليه، حتى الكنائس والمقابر ودور العبادة لم تسلم من إرهابهم وتبقى السواتر والأنفاق شاهدا على إجرامهم. نحن الجيش العربي السوري تقدمنا بوادي السايح بعض القتال، ولا زال في اعداد من المسلحين وفي عمليات قنص وعم يشتحوا علينا عوات ناسفين، وان شاء الله راح نكفي بتحرير باقي القتال. ستبقى حمص العادية عصية على العصاة قوية بإرادة اهلها. من حي وادي السايح بحمص لأخبار التلفزيون، إيمان إبراهيم.